السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. بمناسبه عيد الفطر السعيد اليوم راح احكي عن نبات الصبر. واول ما بدي ابلش الفقره بفوائده، حيث انه الصبر مفيد للشعر، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن كالصوديوم والمغنيسيوم والاحماض الامينيه، مما يساهم في تقويه الشعر ومقاومه التقصف ومنع من ظهور القشره واعاده الحيويه للشعر التالف. الصبر مفيد للبشرة والجسم ومعالجة الصرع وإعادة الحيوية والنضارة للبشرة ويغذيها، مما يساهم في محاربة التجاعيد. وكمان الصبر نقدر إن نعمل منه عصير، وهو هذا العصير مفيد للمعدة وفعال في تجفيف من التشنجات المعدة وتهيج الأمعاء، ومضاد طبيعي للجراثيم والالتهابات، وعلاج حموضة المعدة والقولون العصبي، وعلاج مشاكل جهاز الإخراج. يعد الصبان ملين قوي فيعالج الإمساك والبواسير ويزيد قدرة الأمعاء على امتصاص الغذاء. ويتميز الصبان بغناه بمواد جيلاتينية تعمل على تخليص الجسم من السموم. عندما تمر نقطة الصبر في المعدة تقوم بامتصاص كل سموم الجسم ويطرحها الجسم عن طريق البراز، ويساهم الصبار في تخليص الجسم من الديدان المعوية. الصبار وعلاج الأمراض المستعصية. يعد الصبار علاج للسرطان، كما حيث يعمل على قتل الخلايا السرطانية عن طريق تناول جرعات منتظمة من عصير الصبار. والصبر يستخدم في علاج الضغوطات القلبية وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية ومستوى السكر في الدم. ويستخدم لحفظ الغذاء من التلف عن طريق إضافة طبقة رقيقة من الصبار على وجه الطعام.